قصيد يا دالما تغنى هنا في الغرب الجزائري بنغمة البدوي بصوت الشيخ حمادة، وأيضا أداوه أعمدة أغنية المالوف في الشرق الجزائري تأدى يا دالما بصوت الحاج محمد طاهر الفرقاني، بصوت الشيخ بن طوبال ربي يرحمه، والعديد من المشايخ أيضا. يعني بين الشرق والغرب تغيرت النغمة، تبدلت ربما الكلمات، لكن اليوم مع شيخ تواتي راحين نعرفوا أصل وسر قصيد يا دالما. شيخ احكي لنا على هذا القصيد، شكون اللي كتبه؟ كيفاه الكلمات الاولى تاعو الاصليه؟ هذا القصيده لبن قرنون الله يرحمه. بن قرنون اصله بعسكري، وبن قرنون قديمه، حاجه قديمه. هو اللي عدد اشياء مغني لها الشعراء تاعو، انا غني لها تاع هذا السيد اختو سي بحرجو بعيد، قصيده واحده اخرى مغنيه انا فين جاي تاع جاني خبر مدلع ديال الفصحى رضات غير البارح قلبي تاع مضمان، وهذا قصيده تاع طل الضر عليا وجا ثاني غرامك. هذه مع الاولى غناها حماده، غناها سعد طوره، وغناها في اسطوانه تاع كارون سنتور، غناها مع مراني دو كوتي، وغناها يعني بغناء غناها جيد، بالك ضيع منها واحد الجبيات أو قصيدة كاملة، وانتشرت وتحبت وحبها الشاب وراحت للشرق. غنوها بليزانستريمون، غناها الحاج الفرقاني، وغناها غنية، عطاها غنية جيدة وعطاها حقها بريتم آخر بموسيقى عصرية. شافوا العوالي يا بني اللي قعدوا مساجينا يبلغ فيها كل شيخ مذكور دنايا. وغنوها بزاف بزاف الشرق تغنات، حتى الممشي الله يرحمه غناها الشيخ محمد العابد المماشي في الغرب الثاني، غناها بالقصبة، بصح غناها على طريقته الخاصة به، بصح هي مذوقة جحلوة، خان الحاج اللي تذوق الأولى هي اللي جحلوة، كي خلقها كي عمرها حمادة وانتشرت هذاك ذاك 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 الكو تاع تاع تاعها ذاك الوقت ما يعاودش يجي كما. دار العام وزاد خوها وانا مسافر، روحي يا شفايه العماد وبالسلامه، انت ما تهم غير ابي يا عايلك، ما تنجشي من حديثها شين المدامه، اني في جيب الدنيا الحر امثالك، وبنات الاصول يكيدوا في المخاصم. هي اصلها مسمينها الظالمه، وهي اصلها قال مفتاح تاعها طال الضر عليا، طال الضر عليا وزاد ثاني غرامك، عذبتي قلبي فنيت والناس سالمه، وانت ما تعطي ولا تردي، وجابك والمن في ما يريد قلبه مقامه، وما سرحتيني بخير كثر احسانك قدام المولى نحاسبك يا الظن. هذه هي كلمه نحاسبك يا الظن. وصلت يقول من قاعد يدير لها في الاخر قصيده طويله بزاف، يقول لها ما همشي كالناس يا موليد ناسك، بس انا ولد، ما همشي كالناس يا موليد ناسك، الرجله والجود والحياه والزعامه، بن قرنون حكيم وينطق بالحكم بالحكمه، هو يعاشي فيها يعني خياليا، قال لها ما همشي كالناس يا موليد ناسك، صافي رجال تاعك وغاشيك ما همش داري كما الناس الاخرين، هذا الناس رجلة وجود وحياة وزعامة. شوف أنا يا الشعر شتا عبر وشتا عطى للراجل وصيبته، هذه حنا نحوسوا للراجل شتا يصيب الدهو، رجلة وجود وحياة وزعامة ونصيبهم، هادو هادو ربع خصايل هادو كاملين بالرجل. هاك
كنتي باباك نعرف بطلتيك بدمحلي صنديد جمال زاد قيمة يا جاهل العين لها ذيك تشمد حاش الله ما كيش بنت زين العمامة ما همشك الناس يا موليد ناسك بالرجلة والجود والحنية والزعامة يا قال خان الظهر رداع هذه رداع هذه اللي قلنا عليها فمن اسمع خوا خان الظهر رداع طايقه كي قرايمك فمن اسمع خوا درقت بالغمامه غير ما يجيبوا غير يعني لي بوان استراتيجيك تاع القصيده فمن اسمع خوا درقت بالغمامه بزاف اللي حاسبينها باللي فمن اسمع خوا سات فوا وي فوا سات يلا خوتها سبعة وهي الثامنة الثامنة سبعة خاوة هذه رداع قال لها خان الظهر رداع هذه رداع هذه اللي قلنا عليها الثامنة سبعة خاوة خان الظهر رداع طايقة كي قرايمك في منزلها على بسبعين غانا وقعد يشكر في الناس اللي كانوا يتبعوا في هذه الرداع قال لها في ظل قصرها العاشق فانا نعيد لك حتى ضع خلاص كلمته الأمة الأمة هي الخادم الأمة هي الخادم في القرآن مذكور الأمة هي الخادم قالت له طب ما عوجد قصره ايامك فذي رنجية المرأي الحرمة عليها من ركبة تعليم البوك صرا في ذاك الشيء والكبرة على الغشي الأمة هي وشهد بين المر في قصر المرخامة لا ترزنهاش في البيت هنا كاين شهد بين المر في قصر المرخامة هذه شهد في قصر المرخامة وشهد بين المر بين المر شهد ما هي شهد داعسل رجان في البنت الصغيرة تاع النبوة يعني البية صغيرة صغيرة ما تزوجتش يقول لها شهدة وهي قالت له وبين المور في قصر مرخام انت وين توصل شهدة وبين المور في قصر مرخام مصنوع مرخام شوف الشعر هنا شتا يعبر وشتا يخرج وشتا يحط هذا هو الشعر قالت له طماع وجيت قصره ايامك هذه رمزية على المرأي الحارمة قال انا مانيش رايد على كلامك انت يا مملوك وجيتك غير عادمة ركبت عين الطير كي ركبت عين الطير شافها راح هالك نبت شابيرو على سراع الحمامة مشيت ست شهور للجمال المزادك بلي ليها ما تكون ليها مقامة راه يشكر في الصحراء وطريقها صورني يعدم الحصن كي السبايك لا محجر مخدوم لا صدر لا علامة ورطقوا تبان صادفة كل فلايك وبحر من الرملة يغرق سفون عايمة وصل زملو طاح قال له بوه مالك يعني يوصل للخيمة وصل زملو طاح قال له بوه مالك عليك نخلي ولاد عربة يتامى يتم نخلي زبنيان ونخلي عربة باب عرشي تماما